عنتر، بنشتغل في حاجه اسمها ارت بوتل. الارت بوتل هو اعاده تدوير الازايز، بنحاول نعمل فيها اشكال ومجسمات، اشكال فنيه، قطع ديكوريه بتبقى مختلفه شويه، حاجه غير نمطيه مش بنشوفها كتير او مش متوفره كتير. احنا مشروعنا بدا من البدايه كان حوالي في 2008 2006، كنت بشتغل في الرسم بالرمل، وبعدين جت فكره ان ازاي في ناس بتسال ان في مراكب جوه ازايز وحاجات وسفن وحاجات زي كده، فالفكره جت هنا كده اي ان ازاي نقدر نشتغل او نعمل مجسم او نبني حاجه زي كده جوه ازازه. الفكره قعدت فتره كبيره تحت التنفيذ، ان انا اشوف حد بيعملها هنا او حد يعني بيحاول يشتغل فيها او بيعمل الشغل ده والحاجات دي، ما لقيتش هنا في مصر حد. قعدت سنتين حتى تقريبا ادور ما لقيتش. كان الكلام ده في 2008 لحد 2010 2011، بقى في وقت فراغ كتير جدا عند الواحد، بدات بقى افكر فيه ان انا ازاي احول الموضوع ده يبقى رسمي شويه، او ان انا اقدر ادوس فيه واشتغل فيه بقى ايه على ارض الواقع شويه، ان انا اقدر اعمل الحاجات دي. دورت في البدايه على ازايز، عملت الازايز في مصانع وحاجات زي كده، بكسب ازايز بلدي، كانت للاسف بتبقى الجوده بتاعتها والكواليتي بتاعها مش كويس، فاتجهت بعد كده ان انا اشوف بقى بديل ان هو يقدر يستحمل معايا الشغل، ومن ازاي ان القطعه اللي انا ازاز او حاجه زي كده بشتغل فيها من جوه ما تتكسرش بسرعه، تقدر تستحمل الشغل بالادوات اللي انا بشتغل فيها، بحيث ان انا برضو لو عميل حب يشتريها او حد قادر يشتريها مني يقدر توصل معاه وتقدر تعيش معاه، مش ياخدها من هنا وتتكسر منه بعدها بيوم او اتنين او ما يلحقش يروح بيها. بعد كده بدانا في الموضوع من 2011 2012 2013، بعد كده اشتغلت في شركه موظف، قعدت فيه 4 سنين. الاربع سنين دول كنت بشتغل جنبهم، يعني كنت مخصص وقت ان انا بشتغل بالفتره الصباحيه، وبعد ما اخلص بالليل باجي اشتغل الجزء بقى اللي هو بتاع المراكب بتاعتي او الشغل المشروع اللي انا حابه وانا حابب اشتغل فيه واكمل فيه. قعدت في الشركه 4 سنين، كنت بصرف على المشروع من البدايه، ان انا ما كنتش لسه عارف اي حاجه في اي حاجه، ولا كنت اعرف المراكب بتتعمل ازاي ولا السفن ولا الحاجات دي كلها. بدات اجرب واشوف حاجات كتير كانت تبوظ مني، الازايز كانت بتتكسر، لان انا بشتغل على ما عنديش بلان امشي عليه او ان انا حاجه اقدر انفذ فيها ايه وجوه فين. كانت الاصعب بتقابلني ان انت ازاي بتقدر تبني مجسم او تشتغل على حاجه جوه مساحه محدده، ان انت ما ينفعش شغلك يزيد عن سنتي او اتنين اللي ممكن يبوظ لك العمل او الحاجه اللي انت بتشتغلها. في نفس الوقت انت بتبقى محكوم بوقت معين، ما ينفعش مثلا تعدي 5 دقائق، ولازم كل جزء يكون متثبت في مكانه، ويكون كل قطعه معروف تحط في المكان اللي هي محدد ليها علشان يقدر يبان معاك الشكل اللي انت عايزه. قعدت في الفتره دي حاجات كتير باظت مني، حاجات كتير ما نفعتش، بس كنت بقى ايه بكتب كده كل حاجه بتحصل معايا او كل خطا بقع فيه وكل مشكله كانت بتقابلني، وكنت بحاول اتصرف معاها ان انا اقدر اعمل ده ازاي، هقدر انفذ الخطا ده وما اقدرش انفذه تاني واتفاداه بعد كده. فبقى الفتره دي حوالي بتاع 4 أو 5 سنين اللي هو انت ايه بتجرب وتجارب وبتنجح معاك العمليه، بس مش بالشكل المقبول او الشكل اللي انت تبقى عنه ان هو في الاخر منتج يبقى كويس. لما رجعنا لموضوع الازايز، بدانا نشتغل في اعاده تدوير الازايز اللي هي بتاع مخلفات الفنادق والكره السياحيه والحاجات دي. الازاز بتاعهم بيبقى كويس جدا لان هو الازايز بيبقى خامته كويسه، فبدانا نشتغل في نجيب الفكره ان الحاجه دي كانت مستخدمه قبل كده وكان ممكن تترمي، لا احنا بنعمل لها اعاده تدوير. حتى الماتيريال الخشب نفسه بنجيب قطع خشب صغيره، ما كناش محتاجين ان احنا نجيب احجام كبيره او نشتري كميات كبيره، كنا بنحتاج قطع صغيره مش كبيره. الماتيريال ممكن القماش الكتان، حاجات بسيطه اللي هي برضو بتاعت الحاجات الملابس القديمه. بواقي الجلد الطبيعي كنا بنجيبه من الورش ونبدا نشتغل بيه. كان الفكره كلها ان احنا بنعمل من اعاده تدوير اي شيء، الحاجات البواقي الحاجات دي نقدر نستخدمها ونستغلها تطلع منها شكل كويس وحاجات. الوقت بتاع القطعه الواحده بيختلف حسب الشراء، يعني حسب شكل المركب وحسب الشراعات بتاعته اللي موجوده تبقى قد ايه. في حاجه ممكن بتاخد 10 ايام متوسط، كل يوم 3 ساعات، متوسط من 30 ل 35 ساعه في الازازه الواحده. في حاجه ممكن تاخد 40 يوم، في حاجه ممكن تاخد 20 يوم 15 يوم، حسب التفاصيل، وكل ما كان بيكون فيها اشارات وخيوط كتير بتاخد وقت اطول، فيها تفاصيل ادق وبتاخد وقت اطول في الشغل. الاسعار بتاعتنا برضو بتتحكم في حسب الشغل، يعني احنا بنحسب ساعات العمل مثلا، كل قطعه بتبدا مثلا فيه بتبدا من 300 350 500، في حاجات بتعدي ال 1000 في حسب الوقت اللي استغرقته قد ايه القطعه الواحده. في حاجه مثلا بتاخد 10 ايام متوسط 35 ساعه، مش زي ما هتكون حاجه بتشتغل فيها 40 يوم بتاخد حوالي 150 160 ساعه متفرقين. هو الموضوع مش بالنسبه للمربح قوي،
انا الحمد لله اشتركت في معارض في مصر كتير، وسافرت معرضين بره مصر. هو مربح شويه ومش شويه، لان هو الوقت عامل الوقت لوحدك، فده بياخد بيحتاج منك وقت كتير قوي ومجهود كتير قوي على ما تقدر تجهز الشغل او تعمل اوردرات. يعني ما ينفعش تشتغل في الكميات الكبيره قوي، انت بتشتغل على حاجه انت اللي بتلاقيها موجوده. يعني انا مش بصنع ازاز، لا انا بجيب الازاز زي ما هو موجود معايا بشتغل بطبيعته هو. فده ممكن يكون الى حد ما شويه مربح وشويه يعني هو بيشيل نفسه قايم بنفسه. وبدانا في الفتره الاخيره ندخل معاه اكتر من حاجه تانيه في بالنسبه لاعاده تدوير الازايز والحاجات دي، نقدمها. بنجيب الازاز بنكسره وبنسيحه بحيث ان هو ايه يقدر يشيل معايا او يظبط معايا الدنيا شويه في الشغل. احنا في عندنا طريقتين بنشتغل بنسوق بيهم الشغل بتاعنا. في اوقات احنا بننزل معارض الدوله هنا بتنظمها تبع وزاره التضامن ووزاره وجهاز تنميه المشروعات. اشتركت معاهم في معرضين او ثلاثه تبع جهاز تنميه المشروعات، وطلعت معاهم معرض بره مصر. والشغل وقت تاني ان انا استغل المعارض اللي انا بنزل فيها وعامل عندي بيج او اكونت على الفيسبوك والانستجرام، بنسوق عليهم اونلاين على السوشيال ميديا. بنستغل ان احنا نبقى متواجدين وبننزل عليهم صور الشغل والصفحات بتاعتنا والتواصل مع العملاء. اول ما بدات الموضوع ما كانش في حد، ان انا قعدت فتره عشان اتعلم من حد، ما لقيتش حد بيعمل الشغل ده. فاكيد اكيد دلوقتي يعني اكيد حد شاف الشغل وفي ناس بتبقى عايزه تتعلم، بس هي القصه ان اللي بيتعلم عايز يتعلم علشان يكسب او عشان مكسب فلوس ولا عشان المكسب ولا هو هوايه. لو دخل في موضوع الربح والحاجات دي مش هيقدر يكمل، لان الموضوع نفسه بيحتاج صبر ووقت ومجهود كتير جدا عشان تقدر تطلع قطعه عمل واحد. فممكن دلوقتي وارد ان يكون في ناس كتير بدات تشوف الشغل وتعمله، لان هو بقى له فتره كبير بننزل الصور وبننزل الشغل بتاعنا وفيديوهات التعليم والحاجات بتاعتنا كده. في ناس بتحاول تدي كورسات بس مش كلهم بيبقوا مؤهلين، لان انت بيبقى محتاج عاملين اتنين، ان انت تبقى عندك صبر وطوله بال وتقدر بتحب الشغل اللي انت بتشتغله. الواحد بيحاول يعني ده حلم ان الواحد ان هو يكون عنده مكان بيع للجمهور بطريقه مباشره، بخلاف المعارض ان المعارض بتبقى مكلفه جدا ومجهود. فانت العميل اوقات كتير بيبقى عايز يجي لك المكان اللي عندك، عايز يجي يشوف على الطبيعه انت شغلك فين. بتختلف غير المعارض، غير لما يكون عندك مكان بيجي لك في اي وقت عميل عايز يعمل حاجه مخصوص، عايز اوردر ينفذ حاجه معينه انت بتقدر تنفذها له. بتبقى حلم اي واحد انه يبقى عنده مكان خاص بيه.